الخير مشاهدينا الكرام، وبداية خير إن شاء الله عليكم جميعا. رح نبلش أول فقراتنا اليوم بالحديث عن أركض من أجل فلسطين. رح يكون معنا العدة عوني الرجبي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. يسعد صباحك، مبروك. الله يبارك فيك يا رب. الفوز بالسباق ورقم يعني صعب من الأرقام اللي كانت مشاركة وأيضا مشاركة، وأنت كمان كسرت رقمك. الحمد لله رب العالمين. بصراحة كان السباق محدود بمسافة 5 كيلو. 5 كيلو بدها سرعة عالية. المنافسين كلهم كانوا هدفهم الفوز في السباق هذا، فأنا فكرت أني أنا أركض بطريق سهلة عشان أعمل رقم. فبصراحة ركضت على طريق العدسية عشان هنزول، عشان أحسن من زمني ورقمي. فتفاجأت أنه كل العدائين المتسابقين كانوا موجودين في نزول العدسية. نفس أفكار كلكم مشتركين مع بعض. أكيد. فكنا هناك وكانت منافسة شرسة، كانت صعبة بصراحة لأنه الطريق نزوله صعبة شوي على العداء، خاصة عشان إحنا أعمارنا كبيرة. خلصت السباق والحمد لله حصلت على المركز الثاني وعملت زمن قوي بالنسبة لي ورقم جديد 15 دقيقة و 39 ثانية. ومن هاي اللحظة أنا بعتبر لنفسي أنه العمر مجرد رقم. صحيح. لأنه المسافة اللي أنا عملتها يعني الأبطال الصغار يعني متخصصين فيها، وسهل جدا أنهم يعملوا هذا الزمن، والكبار بصراحة صعب يعني. بس الحمد لله الله وفقني وعملت اللي كان نفسي فيه. هو الموضوع موضوع إرادة أكثر، موضوع عمر ورقم بالآخر. إذا عندك إرادة وعندك شغف بتحقق هذا الشيء. أكيد. لكن عن الدافع اللي خلاك تشارك بهاي البطولة. والله إحنا أنا فريق شاركت باسم فريق الأمانة. نعم. بوجه تحية لأمين عمان الدكتور يوسف الشواربي، هو اللي داعم الرياضة في فريق أمانة عمان جميع الرياضات. نعم. وأنا خاصة لعبة فردية كانت يعني كنت مميز بفريق الأمانة، ومن يوم ما تعينت في فريق الأمانة شاركت إنجازات كثيرة والحمد لله ولا خسارة كانت. ما شاء الله. حتى السباقات الخارجية كانت يعني بداية تعييني كانت سباق الإسكندرية، وكان عبء علي أني أنا هاوي وعم بركض لأول مرة في ناس بتستنى بنتيجتي. فشعور حلو أني لما فزت ورفعت علم بلدي واسم مؤسستي أمانة عمان اللي بوجه لها كل الحب والاحترام، والمدراء اللي موجودين معنا الدكتور زيد العبادي أمين الهبارني أمين. يمكن أن نشكر كل الأشخاص، أنا كل الأشخاص اللي كانوا موجودين معنا. نعم. ففرحوا بصراحة كثير لنا، وأنا بالذات أني يعني إنجاز غريب يعني لفريق الأمانة كونه أنا أصغر شاب فيهم وحققت إنجاز يعني بالنسبة لي عظيم كثير. الحمد لله. الحمد لله. والأحلى من هيك الغاية والسامية من هذا السباق الأخير وهو أركض من أجل فلسطين، اللي كانت طبعا سباق غير ربحي وكل ريعه ذاهب للأهل والأخوة بفلسطين. لينا الكرد كمان نوجه لها تحياتنا، يعني ساهمت بشكل كثير كبير بإنجاح. أكيد. هذا السباق كالعادة. أكيد طبعا لينا الكرد داعمة لجميع العدائين. أنا بالنسبة لي يعني في إشي مميز بيني وبين لينا، أنا هاي الإنسانة المحبة من الله، أنا بحبها كثير، بتساعدني لما تسكر الدنيا بوجهي ما بلاقي حدا يساعدني ويدعمني إلا لينا الكرد. بصراحة إلها مواقف كثير معي يعني دائما دعمتني وما بتأثر معي أبدا. فمرة ثانية بحكي إنه المحبة من الله. ثاني إشي إذا ما بدي أحبها من الله يعني خدمتني كثير وساعدتني كثير، والحمد لله أنا لما وصلت هيك كان يعني بمجهود تعب كثير. عمري ما تأخرت على موعد تمرين، دائما أول الناس، ما عمري تأخرت على موعد، وهذا يعني صبري والتحدي اللي وصلني لهذه المرحلة هاي. الحمد لله رب. جميل جدا، الله يعطيك العافية. خلينا نحكي عن جو التمرين اللي هلأ تفضلت أنه في أجواء خاصة يمكن للتمرين، وقت معين، ساعات معينة، حتى تحافظ على لياقتك، حتى تزيد حتى وترفع من مستوى اللياقة عندك. تمام. هلا بالنسبه انا موظف في امانه عمان، بداوم بملعب الملك عبد الله. دوامنا لين وحلو وخفيف، بنداوم سبت اثنين اربعاء، سبت اثنين خميس. فبتدرب ساعه الصبح في هذا الايام، باقي الايام انا بتمرن المساء. ظل جائحه كورونا يعني سكرت الحدائق والملاعب، ركضت بالشوارع، ما كان شيء يمنعني. شهر رمضان اللي الناس كانت مش قادرة يا دوب تصوم بتكاسل. أنا ركضت 300 كيلو متر في شهر رمضان، كل يوم 10 كيلو متواصل، وكنت أعمل أزمان فيهم حلوة.
فالتعب هذا والإصرار والجهد ما أجا من فراغ. يعني أقل إشي إنه إني أحمل كأس على منصة التتويج يعني تعبي يعني إشي حلو، مكافأة لتعبي وجهودي. وأتوقع إنه ما حدا بيقدر يعمل اللي أنا عملته. يعني أنا من عيلة الرجبي، أنا ما شاء الله عيلة الرجبي عيلة كبيرة، فيش فيها غير أنا رياضي، إخواني سفير الرياضة بالعيلة فكثير يعني بتفاجئوا إنه عوني من دون العيلة فيهم بس رياضي، ورياضي مش أي كلام، يعني بقطع مسافات حلوة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله هاي نعمة من الله. قبل ما نحكي عن موضوع الفيرتشوال ولا ويعني كيف ركضت وكيف كانت حساب الركض، بدنا نحكي انه الركض صعب، مش رياضة سهلة. يعني بجوز كلياتنا بنركض، لكن انك تركض بشكل متمرس مختلف تماما. صحيح، انا بس اسمح لي هون، احنا بنركض على اكل عيشنا، هو على اكل عيشنا والله. بصراحة الركض كثير حلو، بس بصراحة لعبة صعبة للي بيعمل أرقام وأزمان. يعني مش ركضنا هذا اللي هيك، لا ركضنا الهروب ركضنا إحنا مختلف تماما. بعدين أنا حياتي تغيرت من عداء هاوي لعداء محترف. يعني كنت لما أركض لحالي كنت أستمتع، أحس إنه فيش حدا سائلني. بس بصراحة لما احتكيت في العدائين، بصراحة أنا بتدرب مع أفضل عداء في الأردن، البطل أحمد محيسن، بوجه له كل الحب والاحترام. بصراحة كنت هو جاري في المنطقة، فكنت أطلع أنا وياه كثير. فأنا لما كنت أركض معه والله بدي أعيط، مش قادر أمسك معه رتم. فالحمد لله رب العالمين هلأ صرت أركض مع جميع العدائين، الصغار والكبار، اللي بركض سريع بطيء ورتمهم ماسك. ولما أشتغل سباق أنا لاعب محظوظ، بجوز العدائين اللي بيسمعوني وبتابعوني، يعني أنا بفترة بسيطة أنا جمعت 86 كأس بست سنين ما شاء الله، يعني مش من فراغ. الحمد لله تعبت على حالي بصراحة، تعبت كثير. وبوجه رسالة لكل الناس إنه ما في إشي صعب على الرياضة، وكلمة أنا تأخرت صعب إني أبدأ هاي أنا ضدها. الرياضة كم عمرك؟ مفتوحة. أنا عمري 40 سنة. 40 ما شاء الله عليك. بلشت الركض من فترة بسيطة، يعني 7 سنين. طبعاً كنت أنا لاعب كرة قدم والظروف أجبرتني إني أغير ووضعي صعب كان. هلا الأوضاع صعبة بكرة القدم، منيح إنك بتركض. الحمد لله. خلينا على الركض. فالرياضة الفردية، فالرياضة الفردية حلوة. نعم. بس بدها صبر، وإذا ما كان عنده صبر يعني صعبة. فحكينا العمر مجرد رقم، ابدأ. أنا بحزن على الناس اللي عمره 14 سنة وزنه 100. صح. وزنه 110. فبتلاقي بيروح على دكتور تغذية، ممنوع ممنوع تاكل، ممنوع تعمل. فليش؟ عن جد احنا هلا في بلد احلى اخبار بنسمعها المطبخ الاردني، المطبخ الاردني كثير زاكي، وعن جد الاكل زاكي. فليش انا احرم حالي من الملذات الحياه الزاكيه؟ ليش ما اكل كل شيء واطلع اتمرن واستبدل عاداتي السيئه بالحسنه؟ اني بدل ما اروح على كافيه اطلع على المدينه الرياضيه، على العب رياضه، على الجيم. يعني الرياضه كثير حلوه. صحيح. احنا بس بدنا نرجع ناكد شغله، انه العمر هو فعلا رقم، والانسان ما مش ب 40 و 60 و 70 بيخلص من مرحله الشباب. الشباب بالقلب، طول ما انت بتحب الحياه فانت شاب. خلينا نحكي اكثر هلا عن البطوله نفسها، كيف الاجواء كانت؟ شو كنت عم بتحس وتشوف الناس حواليك؟ احنا هلا عم نروح زي ما تفضلت ميسون فيرتشوال او افتراضي، مش بنفس ميدان او المسار لكل المشاركين. خبرنا اكثر. هلا ان شاء الله يكون اخر سباق افتراضي، ترجع الحياه لطبيعتها، وهي بنستناها على نار بصراحة، لأنه أجمل بكثير المشاركة. أجمل بكثير. الأجواء كانت حلوة، العدائين كلهم بدهم يفوزوا، يعني الكل بده يكون أول. والرقم دوبل، يعني قابل للتطبيق، 5 كيلو مش رقم كبير، يعني مش رقم كبير، بس العدائين كلهم وحتى أرقامهم سهل إنه يفوز. نعم. خاصة على المكان اللي إحنا نزلناه نزول، فكان الكل بده يفوز، يعني الكل بده يكون من الثلاثة الأوائل. فهي بصراحة أعطتني دافع نفسي، وكثير كان عدائين يحكوا لي عوني شو بدك في هالحكي، أركض تسلى، أنت كبرت على هيك، أنت لا راح تعمل ولا عمرك بيوم من الأيام تعمل بالخمسة كيلو زمن قوي. فأنا قبلها بيوم دخلت على الأرقام السباقات الماضية الخمسة كيلو، طبعا أنا كنت أشارك 21 و42، فلقيت الأرقام تحت 16، فحسيتها أنها صعبة. فلما رحت على أرض الواقع وشفت الناس بحميانين وجاهزين وبدهم يشتغلوا، أنا بديت وتوكلت على الله وقلت بدي أعمل اللي أنا بقدر عليه.
فالحمد لله كان زمن يعني انا بالنسبه لي زمن مش طبيعي. ما شاء الله عليك، 15-30 رقم قوي بالنسبه لي. الحمد ما شاء الله عليك. وبنختم اكيد مع الصوره اللي خلفنا مبينه وموجوده، وهي عدد من الكؤوس، الدروع، الميداليات، 86 يعني انجاز خلال فتره بسيطه. كل شكر لك عوني، نورتنا، وان شاء الله دائما بتكون مثال للشاب اكيد الناجح رياضيا وعمليا. كل شكر لك. الله يسعدك يا رب، وانا سعيد بهالمقابله اللطيفه، وان شاء الله. وال40 مبينين 24 ترى. الله يبارك من الرياضه هذا صح. الله يبارك فيك. شكرا لك. قاعد تحكي لي 22 خذها علي. الله كريم، وان شاء الله ان شاء الله الايام. انا ان شاء الله ان شاء الله راح اضلني اركض لاخر يوم بعمري. الله يعطيك طول العمر يا رب. شكرا لك، شرفتنا عوني. اهلا وسهلا فيك. وين رايحين؟ فاصل وراجعين. يلا.